D1FM 91.2. العشية حابين ننشطوا الشارع وحابين نفرحوا الناس. تعرف اللي معنا في سفيق سمعناش برشا بلايص نخرجوا نتفردوا فيهم، وعندنا العقلية البيتوتية، حابين نخرجوا احنا الناس من بيوتهم بفرحة بزغريد بطبي القرقنة وبالمداوري. خرجنا من البلدية مركز كمون، والبلدية عندها رمزية كبيرة لأنها هي الدافع للمهرجان، وهي اللي تدعمه معناها بإطارات وبجانب مادي وبكل اللي تتصوروه انتم، واقفة معنا البلدية بالكدا في المهرجان. دونك انطلقنا من غاديكا مع الخمسة ودرجين تقريب، وجينا اختيوة اختيوة كيما تخيلنا، محلاهم الناس تلموا معانا، فما اللي نسقنا معاهم الاول، فما اللي سمعوا طبي القرقنة وسمعوا الزغاريد جاوا معانا، وهنا وصلنا توا كيما تشوفوا لساحة المهرجان، عاملين سيركل حلوة برشا بالشباب بالصغار بالرجال الكبار بالنساء الكبار، اللي حاطين لهم كراسي بالطبيعة الكبار ما ينجموش يقفوا باش يرتاحوا، البقية واقفين بالعانية خاطر عرض المداوري معناها يطلب انه الناس واقفة تتفرج فيه، ويطلب حلقة باش يلقى وين يدور هو زادة مع هاكم تسمعوا في انغام الطبال طبال قرقنة اللي هو من الفولكلور الشعبي القرقني، قرقنة الجزيرة اللي تنتمي لسفيقس اللي نحبوها برشا. غدوة الليل ان شاء الله ملتقانا في سهرة مجانية مع الفرقة الوطنية للموسيقى، ومش يأثث السهرة مجموعة تأثث السهرة مجموعة من الفنانين كيما صفوة كيما محسن الرايس كيما الشادي الحاجي كيما كاميرا رؤوف النقاتي. ويك علاش السهرية اختاروا لها من الأسماء؟ في الحقيقة الفرقة الوطنية اختارت لها من الأسماء حنين، يعني احنا مش نرجع بالذاكرة الفنية متاعنا لك الأغاني المزيانة اللي كنا نسمعوها واللي تعودنا عليها. بريف تتتالى السهرات تتتالى السهرات، عندنا الحكايات الشعبية، عندنا مسابقة في الألعاب الشعبية، عندنا مسابقة في الأكلة التقليدية، عندنا فرقة من سوريا هي في الحقيقة مقيمة توا في تونس مش تكون موجودة زادة في آخر ليالي المهرجان. عندنا عرض للمنتخبات المدرسية برعاية وزارة التربية مشكورة، عندنا عرض التخميرة بإمضاء طلبة المعهد الجهوي للموسيقى، عندنا برشا عروض أخرى، عرض حريم السلطان، وعندنا العرض اللي نعملوا عليه برشا اللي هو نهار 15 أوت إن شاء الله بعد غدوة مع الفنان محبوب الجماهير وليد التونسي، وباش يكون الاختتام إن شاء الله مع سهرية المسرح مع لا داعي لركوب البرداعي مع سفيان الداش والتخميرة الحضرة السفيقسية. ويا سلام مع الحضرة السفيقسية، إن شاء الله تكون مسك الختام. احنا اللي نوعدوا به أنه ثم برمجة معناها تخرج الناس من ديارها وتملى ساحة المهرجان، ما لعبناش على الأسماء الكبيرة، من جهة ميزانيتنا محدودة ومن جهة بالحق حبينا الميزانية هذه المحدودة نقدموا بها عروض تخرج الناس من ديارها وتفرحهم بالأساس. وإن شاء الله قرمدة فرحانة وسفيقس فرحانة وتونس فرحانة، وما تنساوش قرمدة ادوات. هذه هي تطبيق